بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بكم في حلقتنا النهارده. هنعمل مع بعض صينيه الخضار باللحمه، والموضوع حلو قوي بس بيكون فيه اختيار نوع اللحمه اللي هنحطها جوه الطاجن. ايه اكتر حاجه ممكن تبقى ناعمه وطعمها حلو؟ وهي لحمه الكتف. دايما لحمه الكتف بيكون فيها حتت بيضه كده، فالناس ايه بيقول لك لا انا عايز لحمه صافيه كباب حله مثلا احطها في الخضار. لو عملتي كده هتطلع في الاخر لحمه معاكي بتشد. طيب وشويه الخضار بقى والحركات اللي بتتعمل في الطاجن او في الصينيه او في الخضار بتاعنا عشان يبقى طعمه حلو، محتاجين لها اول حاجه عندي كيلو لحمه مكعبات من الكتف، و نص كيلو من البطاطس، نص كيلو كوسه، بسله، فاصوليا، جزر، كل انواع الخضار اللي موجوده ينفع او ممكن يبقى نوع خضار واحد على حسب اللي موجود عندي. بعد كده عايز بصلتين مفرومين، واحده فلفل حار، نص ليمونه، معلقه كبيره من الثوم، نص لتر من الطماطم، ونص كوبايه صلصه، وهنا ممكن استخدم كوبايه صلصه او لتر من الطماطم، معلقه كبيره من الخل، معلقه ميه، معلقه كبيره من البابريكا، كركم، جوزة الطيب، ورشه فلفل اسود وملح. وبكده دي الحاجات بتاعتي. طيب الليمون هنا والفلفل الاخضر انا بستخدمهم عشان عايز ادي طعم يبقى ميزز كده، وما استخدمش شطه بودر على الطاجن. صدقيني حطي دول على اي طاجن خضار او على اي طبيخ هيفرقوا معاكي جدا. بعد كده عندي اللحمه. بصوا بقى احنا اللحمه عايزين نفكركم برده ان اللحمه بتاعتنا بتاعت بوم ميت، لحمه من انواع اللحوم الممتازه جدا وتكاد تكون من احسن اللحوم الموجوده في مصر، وما بتاخدش سوا كتير وهتطلع معاكي مظبوطه قوي في موضوع الطاجن، لان احنا الكتف قلنا الخضار هيبقى حلو قوي. هفتح كده الكيس، وقلنا اللحمه بيكون لونها فاتح شويه، لما هنعرضها للهواء شويه هتدينا ايه اللون الاحمر واللون اللي احنا متعودينه على لون اللحمه. طبعا سحبه الهواء دي منها وتغليفها بالفاكيوم كده عشان ما تعرضش الاتربه وتقعد الصلاحيه بتاعتها زي ما بتجيلك كده طازه مش مغمسه. ادي قطع اللحمه والاطباق كمان ما بتشربش الدم ومتصفيه كويس، ما مش هتلاقي فيها اي دم، ويا ريت ما تغسليش اللحمه لان غسيل اللحمه من الحاجات اللي بتخلي فوائد اللحمه تقل. بعد كده هجيب بقى صينيه كبيره واخلي طاسه كده على النار، واول حاجه من اختياراتي في الحاجات دي هاخد الثوم والكزبره على جنب وهقول لك تعملي بيهم ايه مع الخضار وعصير الطماطم. هجيب بوله من البولات الكبيره كده او صينيه او حله كبيره ابتدي اجهز فيها كل حاجات الخضار بتاعتي. عندي عصير الطماطم، قلنا ممكن نخلي نص لتر يبقى لتر، ونستخدم عن الصلصه او نخلي الصلصه كوبايه، وهنا بقى اللي بيحب يشتغل بدي ماشي، اللي بيحب يشتغل بدي مفيش اي مشكله خالص. بعد كده البهارات بتاعتي، عندي بابريكا وجوزة الطيب وكركم، عندك ميكس من البهارات برده هيبقى حلو قوي، ومدي بقى تقليبه كل الكلام ده مع كوبايه من الميه، وممكن كوبايه الميه اللي هضيفها هنا اضيفها مع عصير الطماطم زي ما انا عامل كده عشان ايه تخلي لي الطاجن بتاعي ما ينشفش. نعمل الخضار في الفرن وبينشف مننا، ونطلع في الاخر نلاقي اللحمه استوت او الفراخ استوت والطاجن بتاعي مش مظبوط او ناشف، فايه شويه الميه الزياده دول كل ده هيتبخر فين؟ في الفرن. قلب بقى كده، ما ننساش طبعا الملح والفلفل، ادي الفلفل الاسود وادي الملح بتاعنا. لو انت عايزه تشتغلي بمرقه يبقى هنقلل شويه الملح شويه بقى، نحط معلقتين، نحط معلقه، ممكن نحط مرقه، بس اعتقد ان اللحمه يعني بتبقى طعمها حلو قوي، حتى شوربتها احنا كذا مره عملنا الشوربه بتطلع صافيه خالص، فهي هتديكي طعم وريحه كويسه قوي، مش محتاجه انت تشتغلي بمرقه في الوصفه دي. خلصنا دول كده، هجيب بقى البصل والفلفل. انا بعمل كده كله ني في ني، مش عايز اسوي حاجه على النار غير التومه بس، وهوريكم هعملها ازاي. بعد كده الخضار بتاعي هنزل بشويه كده، واقوم حاطط بشويه اللحمه عشان اقلبهم بس، وبعد كده ايه وبعد ما اقلبهم هحط الباقي. ممكن اجيب معلقه خشب كده اقلب بيها، انزل بقى كل الكلام ده. اللحمه متقطعه صح برده على فكره، معلومه من المعلومات المهمه جدا ان اللحمه لما بتقطع على عدله الانسجه بتاعتها تفرق برده في التسويه، وبصراحه يعني بوم ميت نشكرهم جدا يعني ان هم عاملين الحاجه كامله متقطعه جاهزه مش حته على بعضها، واحنا نقطع بقى ونلاقي قطعيات، وكمان قطعيه اللحمه لما تبقى كلها من جزء واحد تفرق برده في التسويه، لان ده ممكن يكون بياخد تسويه اكتر، ده بياخد تسويه اقل، كل الكلام ده بيه. بعد كده هنزل بالخضار اللي باقي وادي تقلبتين كمان، واقوم جايب بقى دول حاطط الفلفل هنا وادي الليمونه، وممكن بقى عندك حل تحطيها او تشيليها بعد ما تستوي على طول عشان بعد ما تستوي ما تمرش، فاحنا خلينا ناخد العصير ونستغنى عنه. بعد كده احط بقى طاسه على النار، انا عايز ادي بقى ايه طعم وريحه للطاجن بتاعي، بمجرد ما افتحه بقى اشم ريحه كده ايه تشدني ناكل دلوقتي، ما استناش وقت الاكل. شغل بقى كده طاسه تسخن، وبعد كده هجيب شويه زيت حاططهم في الطاسه بتاعتي
هي الطاسه سخنه. بعد ما يسخن الطاسه بتاعتي كده اقوم حاطط الثوم بالكزبره ومدي تقليبه كده، وانا هنا مش عايز احمر الثوم قوي عشان الثوم برده من الحاجات اللي متحمر قوي فايتها بتقل. قلب كده، الكزبره مع الثوم بتدي ريحه وطعم في منتهى الجمال لاي طاجن ممكن تعمليه او اي صينيه خضار ممكن تعمليها. بعد كده معلقه الخل، انزل اقلب تقليبه حلوه كده. يبقى هي دي الحاجه الوحيده المستويه اللي هنحطها فين على الكلام ده. بسم الله. دي بقى ايه اخر تقليبه هنا كده عشان عايز الثوم كده بالريحه الكزبره والطشه اللي احنا عملناها دي يتقلب كويس. بعد كده بقى هتجيبي صينيه محترمه كده تكون واسعه هنا، ومنزل بقى بكل الكلام ده مع بعض كده. وافرد اللحمه بتاعتي، شايف في ميه في الصينيه ولا لا؟ لازم اخد بالي بقى من الحته دي عشان ايه، عايز الكلام ده كله يستوي كده في قلب بعضه ويتهري من السائل. افرد، شايف ان الميه قليله شويه ممكن ازود شويه ميه كمان، ومدي بقى تقليبه كده عشان تتوزع الميه في كل في الصينيه من كل حته. وبعد كده هقوم رايح جايب الفويل بتاعي او لو الصينيه ليها غطا واعمل كده. دايما الفويل في اتجاهين، اتجاه بيلمع قوي كده واتجاه مطفي. اللي من جوه ده هو اللي لازم يبقى من بره عشان ده لو اتعرض لحراره عاليه قوي في الفرن ايه بيقع على الاكياس. هعمل كده اهو، مش هعمل كده يعني. الحته اللي فيها العكسه الجامده دي واقوم حاططها هنا، ومدي واحده كمان، واقوم قافل دي كده. وبعد كده جاي على الخروف قافل بقى كويس عشان عايز بقى ايه البخار بتاعه يسوي. واقفل كده كويس قفله الفويل دي تبقى محكمه جدا. وبعد كده هنقول بسم الله ونروح على الفرن درجه حرارته 200، ونسيب بقى الطاجن بتاعنا لمده ساعه او ساعه وربع بالكتير قوي، واللحمه بتاعتنا هتكون استوت زي الفل. هقفل ادخل الفرن كده، مش ناقصنا بقى غير من ساعه لساعه وربع على ما الطاجن بتاعنا يستوي. محتاجين بقى نعمل شويه رز بشعريه، شويه سلطه، شويه عيش جنب طاجن الخضار بتاعنا، وبعد كده نرجع نطلع الطاجن من الفرن. عدت كده الساعه بتاعه تسويه الطاجن او الصينيه بتاعتنا، نفتح كده بقى بسم الله. خلي بالك من قفله السلفر احنا قافلينها دي هتطلع بخار كتير قوي، فلو احنا هنعمل كده فايه نسحب بايدينا كده بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ودي بقى ايه طاجن مع اللحمه او الصينيه مع اللحمه، الموضوع ايه استوي زي الفل. بسم الله كده ناخد بقى قصوا اللحمه. ميزه اللحمه بتاعتنا دي احنا هنعمل كده شوكه مش بسكينه، حتى اللحمه بتقطع دي كده تقريبا واخد لها من ساعه لساعه ونص. فالموضوع ايه ان احنا محتاجين شويه بقى الرز جنبيها، وهنا بقى دي حته اللحمه لما تبقى بيختارها صح للطبخه بتاعتها هتبقى مظبوطه قوي. بعد كده نقدم بقى الطاجن بتاعنا. فلفل الحامي ده نشيله عشان ايه لو في شباب صغيره او في حد كبير ما بيحبش الاكل الحراق ما يتفاجئش بينا وهو في وسط الخضار. طلع بقى كده رص قطع مكعبات اللحمه بتاعتي على وش الرز. وعايزين نفكركم بقى بمسابقه البرنامج بتاعتنا، عندنا فايز كل اسبوع. لو عايزين تشتركوا من اي موبايل على 1760 او من اي تليفون ارضي على 0900 97 60. وبكده عملنا الطاجن او صينيه الخضار بتاعتنا باللحمه، وقلنا ان الخضار احسن حاجه ممكن تختاريها للطاجن بتاعنا وهي لحمه الكتف. هنطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض نعمل فراخ بطريقه بسيطه جدا وجميله في الفرن.
بيكم مره تانية بعد الفاصل. عملنا طاجن اللحمه وعرفنا ازاي نختار نوعيه اللحمه للطاجن بتاعنا، عايزين بقى نعمل الفراخ بطريقه كويسه ما يبقاش فيها دم، تبقى مستويه كويسه وطعمها يبقى حلو قوي. عندي فرخه، ودايما الفراخ اللي هنعمل فيها التتبيلات او نشويها بيفضل ان يكون وزنها صافي فوق الكيلو 300. بعد كده محتاج بقى بصله مبشوره، كوبايه من عصير الطماطم، معلقه كبيره من الصلصه، معلقه كبيره من الزيت، معلقتين كبار من الزبادي، معلقه صغيره من الجنزبيل، ملح وفلفل اسود، وهنا لو انت عندك اي بهارات من بهارات الفراخ ينفع نستخدمها. اول حاجه هعملها ان انا احضر التتبيله بتاعتي، ويفضل طبعا ان انا اعمل تتبيله الفراخ وانقعها فيها من قبلها بيوم، واحط كده البصله مع معلقتين الزبادي، مع معلقه كبيره من بشر البرتقال، هتفرق جدا بشر البرتقال ده. ولما نيجي نبشر البرتقاله بنبشر الجزء اللي هو البرتقالي من بره ده، ولما نوصل للحم الابيض او الجلد الابيض ده بلاش نبشره عشان بيمرر شويه. بعد كده كوبايه من عصير البرتقال، يفضل طبعا البرتقال الفريش بيفرق كتير جدا في الطعم، معلقه من الزيت، رشه جنزبيل او معلقه صغيره، وعندي معلقه صلصه عشان عايز الفراخ بتاعتي لما تطلع من الفرن تبقى شلونها ذهبي كده ومتظبطه في التحمير. طب انا عندي الفرخه مثلا جبت فرخه صافيها 2 كيلو او اكتر، او عامل فرخه كبيره قوي، يبقى لازم احط على التتبيله بتاعتي خل. اقوم عامل كده نفس التتبيله بالظبط، واقوم جايب معلقه خل حاططها على التتبيله. بلاش نحط خل اكتر، لان دايما اي حاجه بتزيد عن حدها يعني ما بتبقاش حلوه، وخصوصا البهارات والخل. البهارات لما بتزيد بتمرر، زي مثلا جوزة الطيب، الحبهان، اللورا، القرفه، كل الحاجات دي لما بنزودها على الاكل بتعملها مشكله فيه كبيره جدا. بعد كده بنعمل كل الكلام ده بيطلع مظبوط، بس بيكون في مشكله ان دايما بنلاقي حتت فيها اللحمه الفراخ بتبقى طريه شويه، او فيها دم، او فيها عروق كده مش حلوه، ودي بتقفل ناس كتير قوي من الاكل. طب نعدي دي ازاي؟ هتجيب التتبيله، خلاص خلصنا التتبيله كده، عرفنا ازاي نعمل تتبيله سهله وبسيطه وتطلع معانا النتيجه بتاعتها كويسه. بعد كده عايز بقى اظبط الفراخ نفسها لما اقطعها، ازاي اقطع الفراخ تطلع مظبوطه معايا في التسويه. اول حاجه هجيب الفرخه ومقسمها على 2 كده، بسم الله، اقوم جاي هنا بصوا عند الحته اللي في النص دي، اقوم جاي بالسكينه عايز اسمع الكسره دي كده. بعد ما اقسمها 2 كده هقوم ماسك الفرخه موقفها على سلسله الظهر دي من هنا، وبالسكينه امشي عليها بالظبط، بس خلي بالي من ايديا الشمال ان تبقى بعيده عن مسار السكينه يعني، وانزل كده حتى لو السكينه مش حاميه قوي فما هتظبط معاكي وتقطع كويسه. بعد كده شيل الرقبه خالص اهي، قسمت كده الفرخة على 2، هقسمها على 4، وتعالوا بقى اشرح لكم الطريقة على النص الأولاني. عندي دايما مشكلة في الحتة دي، إن بلاقي زي عروق في الفراخ، أو بلاقي الحتة دي بتشد قوي. حل ده إن أنا أقوم جايب السكينة كده وأقوم فاصل الأنسجة أو العروق اللي هنا دي كده، بحيث إن هي تبقى إيه، قطعت أنا الحتت اللي هي في الآخر هلاقيها هتعمل لي مشكلة في التسوية. بعد كده أقوم جاي على الصدر، مهما كان بقى حجمه كبير بلاش نعمل حركة التفتيحة دي في الصدور الصغيرة. هقوم قاطعها كده، كده أنا التتبيلة هتخش جوه الفرخة، وفي نفس الوقت مش هيبقى عندي موضوع بقى العروق والدم والحاجات اللي بنلاقيها في الفراخ. طب الورك موضوعه إيه؟ أطول شوية. حل ده إزاي؟ إن أنا هقوم جايب السكينة وماشي على العظمتين دول كده بيهم، وأقوم جاي عند القروشة اللي في النص دي عامل كده، مخلي العظم ده متكسر بحيث ان الميه او البخار بتاع التسويه يسوي لي كل الفرخه. بعد كده اقوم جايب السكينه موسع كده للقرقوشه، واقوم جاي هنا عندي هنا العظمه بقى اللي هنا دي ماسكه في الجزء ده، اقوم جاي بايديا كده واقوم عامل كده اهي، مطلع العظمايه دي، واقوم جاي كده عامل بايديا كده مطلع العظمايه دي كده. انا فصصت الورك خالص عشان التسويه يطلع معايا مظبوط. هرجع بقى اعمل النص التاني بسرعه، وبعد كده اغسلهم تاني وانشفهم خالص من الميه، وابتدي انزلهم في التتبيله، يفضل ان انا اسيبهم لمده يوم كده بقى اهو على طول. 1 2 نفس الموضوع هنا، افتح من الناحيه دي. طيب الوراك كبيره قوي، حلها ان انا اقوم جاي هنا كده نديها ايه خطوتين بالسكينه، واقوم جايب ده كمان نفس الموضوع كده. احنا عملنا بقى اوراق كبيره، ال 2 كيلو او ال 2 كيلو ونص، دايما الفراخ دي بتاخد وقت كبير قوي في التسويه او بتطلع بتشد. الحركه دي
تعمليها هتسهل معاكي بقى، مش فارقه الفرخه كيلو ونص ولا 2 ولا 3 حتى. بعد كده تغسلي دي كويس وتنشفيها ونرجع بقى على التتبيله. غسلنا كده الفراخ ونشفناها من الميه، نروح بقى على الخطوه الثانيه وهي ان احنا ننقعها في التتبيله بتاعتنا. ويفضل ان احنا نعمل الكلام ده لمده يوم، يعني تعملي الفراخ بتاعتك من قبلها بيوم وتقلبيها في التتبيله كويس كده وتغطيها وتدخليها التلاجة بقى كده في الرف ونسيبها تشرب التتبيله ويبقى طعمها شاربه كده البرتقال، وحتى لو كانت الانسجه بتاعتها كبيره يعني او الفراخ عجوزه فتستوي معانا كويس. بعد كده هروح بقى اجيب صينيه او اجيب الكيس الحراري من الحاجات المريحه قوي اللي بنستخدمها الايام دي، الاكياس الحراريه. بعد كده هفتح بقى الكيس الحراري بتاعي كده وابتدي اخد الفراخ. ينفع نحط برضو خضار بس انا عايز الفراخ تسوي نفسها بالتتبيله بالبخار بتاعها، مش عايز الطعم بتاع الفراخ يروح في الخضار يعني. بعد كده انزل بقى باقي التتبيله كلها، وانا هنا مش هزود ميه لاني زودت كوبايه من عصير البرتقال. بعد كده هقوم قافل الكيس كويس واسحب من الكيس الهواء كده واقوم لفه واقوم جايب بقى القفله بتاعته دي ومقفله من هنا. في ناس بقى بتعمل ايه، بتخرم الكيس الحراري. لا ما تعملوش كده، عشان انا عايز البخار هو اللي يسوي لي الفراخ، مش عايز البخار اللي بيطلع ده يضيع والاقي فراخ الكيس نشف والفراخ بتاعتي كمان نشفت. بعد كده هجيب صينيه واقوم حاطط الفراخ بتاعتي واظبط الفرن بتاعي على درجه حراره 200 ساعه برضو، وارجع اطلع الصينيه من الفرن ادخل دي واقفل ساعة ونرجع نطلع مع بعض الفراخ بالبرتقال في الكيس الحراري ونشوف هتبقى عاملة ازاي. خلصت كده الساعة بتاعت تسوية الفراخ، نفتح بقى كده بسم الله ونطلعها من الفرن. ولو عندك الفرن قريب قوي من او الرف اللي تحت يعني، فهتعملي ايه، تحطي صاج على الفرن من فوق او على الشبكه بتاعته او على الشوايه عشان الكيس بتاعنا ما يتفتحش. بعد كده لما تفتحي ده افتحي بسكينه او بحاجه من بعيد كده عشان شويه البخار اللي هيخرجوا دول لو جم على ايديكي هيبقى الموضوع صعب قوي. افتح بقى كده، عايز اشوف شكل الفراخ. بصوا بقى كده انا ايه يعني هحاول اطلعه على قد ما اقدر من غير ما يكسر، وده بقى التسويه يعني المظبوطه قوي او الزياده قوي يعني. نقلب كده، جيب بقى الطبق بتاعي وادي الفراخ، وهوريكم قد ايه الفراخ مستويه بالبخار بتاعها وقد ايه هي يعني خلاص هي محتاجه تتاكل. بس خلينا نحط ده هنا ونسيب دي وادي كده. بصوا ايه، لو اي حته هسحبها من الفراخ هتقطع وتتصل عن الصدر بتاعنا. هبص الجراح مثلا هزقه بس كده خلاص اتخلع. طعم الفراخ بقى يعني جربوا وقولوا لنا بقى هيبقى طعم الفراخ ده عامل ازاي. بعد كده هجيب شويه من اي نوع من الديكورات كده، طماطم او بقدونس، ارشها على الفراخ بتاعتي دي بقى جنب شويه الرز بشعريه، الموضوع هيبقى في حته تانيه خالص يعني. وكده خلاص عملنا الفراخ بالكيس الحراري بالبرتقال. ممكن نفس الطريقه بالظبط نعمل بيها البط برضو، بس طبعا البط بياخد تسويه اكتر لان بيكون لحمه ناشف شويه. وبكده خلاص وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. عايزين نفكركم ان كل الادوات اللي بنشتغل بيها هتلاقوها في معارض سفره، وعاملين خصومات كبيره جدا يوم 28 فبراير. وبكده خلاص خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام ختام.